بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على علم القرآن هو
خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر الله أكبر وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله
النبي الكريم الأمين. حقیقت سچ صدا بولے آئے زبان نبی چو خدا بولے آئے رضا لفظ سارے قرا بن گئے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے. محمد کائنات کی وہ واحد ذات ہے جسے رب